بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نسمع ماذا يقول الموفق في حب صاحب الزمان عباس السبلي. ليش تباهر هالشباب عنده شريك عود عاد؟ ليش الهمل هذا الجيل؟ قلوا لي من المسؤول. باقون باسم الاسلام شباب هيك يقول. ليش الهمل هذا الجيل؟ قلوا لي من هو المسؤول. باقون باسم الاسلام شبابنا هيك يقول. ليش نهمل هذا الجيل؟ قلوا لي من هو المسؤول. باقون باسم الاسلام شبابنا هيك يقول. شبابنا هيك يقول. ليش الظهر الشباب وعنده شريعه ودعاه حق ملين حق ضايع ما لقى حق حماد؟ ليش بحيره يبقى عايش مسلوب الابسط حقوق؟ شلون يحب الدين الباقي يترك اصحاب السوق؟ ليش يوجه نفس اللاذع الشاب ويسخر بالدين؟ راجع نفسك يا معمم، راجع نفسك يا معمم واصبح داعي واصبح داعي وامين واصبح داعي وامين. ليش الظهر هالشباب وعنده شريعه ودعاه حتى ملين حق ضايع ما لقى الحق حماه؟ ليش بحيره يبقى عايش مسلوب الابسط حقوق؟ لون يحب الدين الباقي ويترك اصحاب الفسوق؟ ليش يوجه نقد اللاذع الشاب ويسخر بالدين؟ راجع نفسك يا معمم واصبح داعي وامين واصبح داعي وامين. ليش الهمل هذا الجيل؟ قلوا لي من هو المسؤول؟ شباب باسم الاسلام ليش الهمل هذا الجيل؟ قلوا لي من هو المسؤول؟ باقون باسم الاسلام شبابنا هيك يقول. شيب راسي من المصايب وانا اسمع الاصوات معقول هذا شبع رغي يتهمها الحوزات؟ ردة فعل ماكو منكم انكم مطلوب الايضاح خوف السلطه والمناصب خوف السلطه والمناصب وضح رايد اصلاح الوضع رايد اصلاح مشغولين بدنيا ومنصب ويهتفون هذا الشارع والشعب المسلم ضايع والشعب المسلم ضايع بيد الملحد والمخادع بيد الملحد والمخادع. شيب راسي من المصايب وانا اسمع الاصوات محقول الشعب العراقي شيب راسي من المصايب وانا اسمع الاصوات محقول الشعب العراقي يتهم الحوزات ردت فعل ماكو منكم ملكم مطلوب الايضاح خوف السلطة والمناصب الوضع رايد اصلاح خوف السلطة والمناصب الوضع رايد اصلاح مشغولين بهاي الدنيا بينكم هذا الشارع شعب المسلم طايح بيد الملحد والمنافق بيد الملحد والمخادع بيد الملحد والمخادع بيد الملحد والمخادع. يا شنهمل هذا الجيل؟ قلوا لي من هو المسؤول؟ باقون باسم الاسلام شبابنا هيك يقول. ليش الهمل هذا الجيل؟ قلوا لي من هو المسؤول؟ باقون باسم الاسلام شبابنا هيك يقول. خليتوا الدولة بالضربة طارت ما فيها الغمور. ليش الجيش وليش الشرطة تتحمل هاي الامور؟ بارز دورك انزل واصلح ربي شبان الوطن بارز دورك انزل واصلح ربي شبان الوطن. انت بعمتك مثل عايش انت بعمتك مثل عايش والشباب بلا سكن. ليش انتم مالكم مصلد؟ قالوا سراق الاموال. شلون رضيتوا هاي الكلمة كل يوم بحكي بتنقال؟ شلون رضيتوا هاي الكلمة كل يوم بحكي بتنقال؟ خليتوا الدولة مفطر بطارت ما فيها الخمور. ليش الجيش وليش الشرطة تتحمل هاي الأمور؟ مارس دورك انزل واصلح ربي شبان الوطن. انت بعدك مثل عايش الشباب بلا سكن. ليش انتم مالكم وصلة؟ قالوا سراق الأموال. شلون رضيتوا هاي الكلمة كل يوم بحكي بتنقال؟ شلون رضيتوا هاي الكلمة كل يوم بحكي بتنقال؟ كل يوم بحكي بتنقال؟ ليش الهمل هذا الجيل؟ قولوا لي من هو المسؤول؟ شباب باسم الإسلام شبابنا هيك تقول. ليش الهمل هذا الجيل؟ قولوا لي من هو المسؤول؟ شبابنا هيك تقول. صرخة دوت يا معمم تعمل وزن مخلوق
قالوا عنكم قالوا عنكم أصبحكم ترس وجوب ليش انهمل هذا الجيل قلوني من هو المسؤول واقونا باسم الإسلام شبابنا هيك تقول ليش انهمل هذا الجيل قلوني من هو المسؤول واقونا باسم الإسلام يا ربي والله عجيبة في بلاد المسلمين زيد حالي ومثالية والدعان الصامتين يا ربي والله عجيبة في بلاد المسلمين يصير الحال ومثالية والدعام الصامتين من هالشباب الصاحي حتى أمنت هالشباب تصدق كم عمرة تضط والله عجب العجاب ما كفاكم ما أفسدتم يا وحاض السلاطين ما كفاكم ما أفسدتم يا وحاض السلاطين خلوني أحفظ شباب وأنشئ ثقافة خلوني احفظ شباب وانشد ثقافة تحصين يا ربي والله عجيبة في بلاد المسلمين سير الحاد ومثالية والدعاء الصامتين ومن الشباب الاصلاحي حذر انا الشباب تصدق كم عمر ترضى والله عجب الاجاب ما كفاكم ما افسد دنيا وعاض السلاطين خلوني احفظ شباب وانشد ثقافة تحصين انشد ثقافة تحصين ليش انهمل هذا الجيل قولولي من هو المسؤول باقونا باسم الإسلام شبابنا هيك تقول ليش انهمل هذا الجيل قولولي من هو المسؤول باقونا باسم الإسلام شبابنا هيك تقول يا رب والله عجيب يا رب والله عجيب في بلاد المسلمين يسرحات ومثالية والدعاة صامتين والدعاة صامتين